نفتتح الدخول المدرسي على منشآت جديدة على مستوى ولاية غردايا، والتي هي 7 منشآت، 5 ابتدائيات متوسطة وثانوية. كما استفادت 47 ابتدائية من عملية الترميم وإعادة الاعتبار، كما تم أيضا تسليمنا 9 مطاعم مدرسية، بالإضافة إلى 33 قسم توسعي وإلى 4 ملاعب معشوشبة اصطناعيا وقاعتين للرياضة. بمناسبة افتتاح وتدشين ثانوية تنعام ببلدية بونورا، نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الفتح المبين، وكذلك نشكر السلطات التي أسهمت ووقفت وصهرت من أجل توفير هذا الصرح التربوي المهم، والذي لا شك أنه سيخفف تمدرس التلاميذ.